يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده والسادسه. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، وتحت عنوان القدر كان رحيما بالمصريين وبالمنتخب المصري. الحقيقه حقق منتخب مصر فوز صعب جدا على منافس عنيد في المقام الاول، ولكنه في النهايه منافس متواضع. خد بال حضرتك دايما واحنا بنتكلم على مواجهات منتخب مصر وعلى ماتشات منتخب مصر في بطوله امم افريقيا، عين على امم افريقيا وعين ثانيه على كاس العالم بالتاكيد، لانه ده الهدف الاساسي وواحد من اهدافنا واحنا بنتقدم خطوه بعد خطوه في بطوله امم افريقيا، ان احنا نطمن على وصول المنتخب الوطني لمستوى يؤهله للمنافسه بجداره على بطاقه التاهل لبطوله كاس العالم. ملاحظه يمكن ما تكونش عدت على كتير، لانه انا عارف ان المصريين مهتمين بمتابعه ماتشات منتخبنا بشكل اساسي، وناس كتيره جدا بحكم الوقت وبحكم توقيتات الماتشات ما بتتابعش بقيه الماتشات في البطوله. لكن خليني اقول لحضراتكم ان واحده من الحاجات اللي يعني تعتبر مفاجاه او تعتبر تناقض كبير جدا او علامه استفهام هي تالق المنتخبات اصحاب المستوى الثاني من التصنيف. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا في تصفيات كاس العالم عندنا خمس منتخبات صاحب التصنيف الاول، هي المغرب وهي تونس وهي الجزائر ومعاهم السنغال ونيجيريا، وبعد كده منتخبات التصنيف الثاني او الخمسه اللي هم من السادس للعاشر اللي فيهم منتخب مصر والكاميرون وكوت ديفوار ومالي والكونغو. منتخبات المستوى الثاني او من السادس للعاشر في البطوله دي متعلقين باستثناء المنتخب المصري اللي هحط بين قوسين الحقيقه علامات استفهام كثيره، وهتكلم طبعا على الاداء امبارح. النتيجه الحمد لله، يعني محدش يقدر يتكلم، حققنا المطلوب وحققنا الهدف من المباراه، وخصوصا انها جت في فتره يعني كنا متوقعين ان مستر كارلوس كيروش يعني يبالغ في افتكاساته وفي اختراعاته اللي الحقيقه اتعودنا عليها. لكن الحمد لله امبارح بدا المباراه بالتشكيل الافضل وبدا المباراه بالطريقه الانسب، والرغم من كده طبعا على مستوى الكره والفنيات احنا ما شفناش اداء يطمن الى حد كبير، لكن حققنا المردود. هرجع للكاميرا مره ثانيه، بص على منتخب مالي، بص على منتخب الكاميرون، بص على منتخب كوت ديفوار، كلها من اصحاب التصنيف، منتخبات اصحاب التصنيف الثاني، هتلاقيهم بيقدموا عروض قويه جدا 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 لا تمت اطلاقا لا من قريب ولا من بعيد بفكره التصنيف. وهنا الكلام عن الكوره، انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تنافس، رايح تلعب، رايح تقدم نفسك، رايح تعبر عن شخصيتك، ولا انت رايح متحفظ فقد الثقه في امكانياتك وفقد الثقه في لاعبتك؟ بمنتهى الصراحه المصريين اعتقد امبارح يعني اذا كان في رصيد مستر كيروش متبقي شيء بسيط جدا، اعتقد انهم او ان هو شخصيا قضى عليه بشكل كبير. واعتقد انه المطالبه حتى لو لم يحدث ذلك، يعني حتى لو لم يقرر المسؤولين الاستغناء عن كارلوس كيروش اللي اتكلمت امبارح على عقده واتكلمت وقلت انه علامه استفهام كبيره جدا جدا جدا، اعتقد انه بالنسبه للجمهور على الاقل جمهور الكوره اعتقد انه المدرب الوطني بقى مطلب شعبي قبل تصفيات كاس العالم. على كل الاحوال هنشوف ونتمنى، يعني اتمنى انه العجله تبدا في الدوران. قلت امبارح ان خساره المباراه الاولى وخصوصا انها كانت قدام المنتخب الاقوى في المجموعه معانا شيء مش نهايه المطاف، وياما الحقيقه بدانا بطولات مجمعه بخساره مباريات اولى ونجحنا في النهايه بالتتويج، سواء كنت بتكلم على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات. المهم انه العجله تدور ومنتخب مصر يقدم الافضل، رغم من الحقيقه انه التشكيله والاسماء ما اعتقدش ممكن اي حد يراهن عليها في الوصول لابعد مدى. يعني كان نفسي جدا نبقى رايحين ننافس على الاقل نوصل مباراه نهائيه بالمية تقول مربع ذهبي، لكن اعتقد بالاداء ده بالروح دي بالشخصيه دي مهمه المنتخب الوطني صعبه جدا، وان كنت اتمنى انه يثبت عكس كلام كتير طبعا على ماتش الاهلي والاسماعيلي بكره في كاس الرابطه، والاهم كمان في حلقتنا النهارده عشان حاله الجدل اللي اثيرت في الفتره الاخيره وكلام كتير جدا عن موقف لاعبي النادي الاهلي واصاباتهم سواء مع منتخبات بلادهم او سواء مع النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله باذن الله وفي بدايه الحلقه في فقره الاخبار هحسم لحضراتكم بشكل نهائي الموقف الاخير والدقيق جدا لاصابات لاعبينا. خليني ابدا مع حضراتكم حلقه النهارده باهم الاخبار والعناوين. بعثة المنتخب تسافر إلى ياوندي استعدادا لمواجهة السودان في أمم إفريقيا. كارلوس كيروش يصرح منتخب مصر عاد بروح كبيرة وشجاعة. مدرب المنتخب يفاضل بن عبد المنعم وعلاء لتعويض غياب الونش أمام السودان.
والأهلي يتوجه إلى الإسكندرية للقاء الإسماعيلي في كأس الرابطة. أكرم توفيق يخضع لفحوصات طبية جديدة، وعبد القادر يشارك في التدريبات. والليلة مواجهة قوية بين ريال مدريد وأتلتيكو بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني. المنتخب في ياوندي والأهلي في اسكندرية. المنتخب النهاردة سافر لياوندي عشان يستعد للقاء المباراة الأخيرة طبعا في دور المجموعات اللي هتجمعنا إن شاء الله بالسودان يوم الأربعاء، واللقطات اللي حضراتكم شايفينها من المطار، من داخل المطار، لحظة طبعا تحرك الفريق لياوندي. خليني اقول لحضراتكم طبعا انه يعني طبعا ونتيجه لسوء الاختيارات، مش لاقي لها مقدمه ثانيه، نتيجه لسوء الاختيارات، غيابات مؤثره جدا 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 في مباراه السودان. واعتقد انه لو ان شاء الله باذن الله ربنا كرمنا ونجحنا في التاهل للادوار اللي جايه، المعاناه الحقيقيه هتبدا. انت عندك اكرم توفيق بره الحسابات، فتوح على اقل تقدير، يعني في تقديري انا الشخصي يعني مش معلومة مؤكدة، في مباراة السودان برضو خارج الحسابات. الونش صعب جدا، هو عنده شد في الأمامية، وفي مفاضلة بين عبد المنعم وبين محمود علاء عشان يلعبوا مكانه، وحتى لو جاهز أعتقد هيبقى مغامرة كبيرة أنك أنت تلعب بالونش ماتش السودان. حتى اللحظة الجهاز الفني بيفاضل بين زي ما قلت لحضراتكم بين محمد عبد المنعم وبين محمود علاء، وطبعا أحمد فتوح ومحمود وينش يواصلوا برنامجهم التأهيلي. امبارح تغريدة كارلوس كيروش تحسسك انه راجل فرحان جدا، يعني هو راجل على فكرة مش يعني ما زال حتى اللحظة مش مدرك او مش متفاهم المصريين بيفكروا ازاي، وبيقيس ردود افعالهم على اساس ايه. المكسب بالنسبة لمصر قدام غينيا بيساو ده شيء طبيعي جدا ومنطقي جدا وسهل جدا، وكان منتظر كمان، يعني احنا كنا مستنيين عشان نبقى مطمنين عشان نبقى راضيين ومبسوطين ان المنتخب يقدم عرض قوي على مستوى الاداء ويفوز بسكور كبير، لان ان احنا لغايه اخر المباراه يعني المباراه رايحه جايه، ولولا الفار يمكن كنا قضينا ليله ما يعلم بيها لربنا شبه كده ليله نيجيريا. فيبدو ان الراجل في وادي والراي العام في مصر في وادي تاني تمام. امبارح كان بيقول ان على تويتر، هو ناشط قوي على تويتر، بيقول بنهدي الفوز ده لجمهورنا والفريق عاد بروح كبيره وشجاعه، عمل رائع يا شباب، نحن ننهض معا ومتحدون مهما حدث. ويمكن مهما حدث دي تقول لك انه الراجل واصل له بشكل من الاشكال حاله الغضب، سواء على مستوى النقاد والمحللين او على مستوى الاعلام الرياضي او حتى على مستوى الجمهور. خليني اقول لحضراتكم بالنسبه للماتش بكره ان شاء الله، طبعا عندنا ماتش بكره في كاس الرابطه مع الاسماعيلي، ويمكن النهارده الفريق اتمرن الصبح بدري، وفي يمكن دقائق او لحظات قبل ما نطلع على الهواء ونقابل حضراتكم كان الفريق بالفعل اتحرك في طريقه الاسكندريه ان شاء الله استعدادا لمواجهه بكره. قائمه الفريق خليني اقولها لحضراتكم سريعا: مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف في حراسه المرمى، معاهم محمود وحيد، محمد اشرف، محمد خليفه نصير، محمد مغربي، عبد الرحمن نجاح، مانو، ومحمد شرقيه، وعبد الجواد عبد الرحمن، واحمد سيد عبد النبي، وكريم فؤاد. الحمد لله نطمن على كريم فؤاد، هطمنكم بالمناسبه على قائمه اصابات الاهلي دلوقتي، واحمد اشرف ومحمد محمود وفخري، محمد فخري طبعا، وعمار حمدي اللي بيدخل القائمه، وصالح نصر ورأفت خليل واحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف. ومره ثانيه باكد انه مستر موسيماني بيحط في اعتباره جدا جدا، خدوا بال حضراتكم حتى يمكن ده مرتبط بملف الاصابات، الفتره دي كورونا بتضرب بشده، واظن يعني ابلغ دليل على الكلام ده هو كاس افريقيا اللي غاب عنها نجوم كتير جدا او ما شاركوش في البدايات بسبب الاصابات بكورونا، وكمان الدوري الانجليزي اللي احنا شايفين يعني ضربات موجعه عنيفه لاكبر الانديه اللي واخده اكمل واعلى مستويات الاجراءات الاحترازيه والوقائيه. عشان كده في هاجس، في حاله توتر، واحنا بنقرب من كاس العالم، وخصوصا مع الاصابات اللي بتحصل، يعني اكرم توفيق مع منتخب مصر، بدر بنون مع منتخب المغرب، طبعا يرجعوا لنا بالف سلامه، لكن اتنين من الاسماء المهمه جدا والمؤثره جدا وتقدر تقول من الهيكل الاساسي لسكواد النادي الاهلي غابوا بشكل اساسي خلاص عن مشاركتهم في كاس العالم للانديه. فمن النهارده مستر موسيماني بيحسب او حاطط في حساباته جدا جاهزيه او الحفاظ على اللاعبين الموجودين لاقصى درجه عشان نقدر نوصل ان شاء الله كاس العالم باحسن اوراق عندنا عشان نعمل بطوله ناجحه. عشان كده والحمد لله، يعني انا كنت مراهن على انه كاس الرابطه تبقى فرصه اكتر
للاسماء الشباب اللي طالعين، وشفنا منهم ولاد الحقيقه اثبتوا وجودهم في ماتش الجونه، ونتمنى ان شاء الله محطه اسماعيلي كمان بكره تقدم لنا وجوه جديده. ولكن طبعا فرصه كمان عمار بيشارك، كريم فؤاد الحمد لله اطمنا عليه وهيشارك، حسام حسن برده واحد من الاوراق المهمه جدا جدا واللي جماهير النادي الاهلي حط عليها كتير الموسم ده هيشارك، فيعني برده فرصه لتجهيز الناس اللي ممكن تكون بعيده. اقول لحضراتكم موقف بقى الاصابات، عشان يعني انا يعني متابع على السوشيال ميديا كلام كتير قوي ومنه كلام ملوش طعم ولا معنى، وما اعرفش الناس دي بتتكلم ازاي على حالات. هنا انا مش بكلم كوره، مش بكلم رياضه خالص، انا بتكلم على ناحيه انسانيه. لما المرض ده يعني حاله خاصه جدا مفترض فيها انه احنا لو مش هنقدر ندعم، يعني مش هتقدر تدعم نفسيا معنويا، على الاقل تقدير ابعد. لكن انك انت تقعد تروج اشاعات على لاعبين مصابين بكورونا كانت او باصابات ملاعب، اعتقد يعني امر غير مقبول. يعني لا في بقى هنا كلام عن سبق، ولا في كلام على ترند، ولا في كلام، الحاجات دي ملهاش معنى ولا مقاييس امام المرض. خليني اقول لحضراتكم، وليد سليمان واحد، وليد سلبي كورونا، نطمنكم على وليد الحمد لله، ولكن هو بيعاني من بعض الالتهابات في الشعب الهوائيه، عشان كده يعني الجهاز الفني فضل ان هو يريحه. بدر هيستمر مع منتخب المغرب، وكل الكلام كل ما قيل حول حاله بدر، انا مش عايز اعيد الكلام اللي اتقال، بس انا بقول لحضراتكم كل ما قيل عن اصابه بدر بنون وعن تداعيات كورونا وتاثيرها على صحه بدر بنون وعلى الجهاز التنفسي وعلى عضله القلب لا اساس له من الصحه. بيرسي تاو برضه سلبي كورونا، وبيفضلوا ان هو ما يتمش الدفع بيه لغايه لما يتم تاهيله وتجهيزه بشكل كامل، لكنه الحمد لله المسحه الاخيره اللي اجريت ليه اثبتت سلبيه العينه. اكرم من وقت بسيط جدا كان بيتحرك لواحد من اكبر المراكز الطبيه عشان تتم او يعمل اشعه ورنين مغناطيسي عشان يتم التشخيص بدقه، تاكد غيابه زي ما قلت لحضراتكم عن المشاركه في كاس العالم، لكن التشخيص هدفه تحديد الاصابه بدقه عشان يتحدد البرنامج العلاجي والعمليه اللي هيعملها بعد كده بناء على التشخيص ده. والعمليه غالبا هتتعمل طبعا، او هتتعمل خلاص تم اتخاذ القرار بشكل نهائي انها هتتعمل بره مصر، وبعد الفحص بتاع النهارده او نتيجه الرنين هيتحدد البلد اللي هيروح اكرم يعمل فيها العمليه، ويتحدد على اساس التشخيص برضو اسم الطبيب المعالج. ميكسوني ايجابي، ميكسوني ايجابي وهو حاليا في موزمبيق، ومش هيرجع الا لما تكون مسحته سلبيه، طبعا ده بروتوكول عالمي، يعني يرجع ان شاء الله باذن الله بعد ما تثبت سلبيه المسحه، وان شاء الله ينضم للفريق ويكون معانا في كاس العالم. صلاح محسن للاسف الشديد جدا الاصابه اللي تعرض ليها في مباراه الجونه، اصابه قويه جدا في قدم رجل، في قدم اليمين، والاشعه هي اللي هتحسم طبعا بشكل يعني دقيق موعد عودته مره ثانيه، وان كانت الاحتمالات الاقرب انه هيغيب عن كاس العالم برضو للانديه. متولي حالته مطمئنه جدا، بيتم تاهيله في قطر حاليا، والحقيقه كل التقارير والشواهد بتقول انه حالته اكتر من ممتازه، والناس الحقيقه بتشيد بيه بشكل كبير جدا، وهيعود باذن الله في نهايه الشهر الجاري سليم معافي. طبعا جاهزيته لياقته او كمان الناحيه الفنيه هيكون طبعا قرار مستر موسيماني، لكن من الناحيه البدنيه اللاعب ان شاء الله باذن الله جاهز بنسبه 100%. خليني اقول لحضراتكم كمان انه الجهاز الطبي الحقيقه، الجهاز الطبي بيقوم بمجهود كبير جدا جدا، والاجراءات الاحترازيه والوقائيه المتعلقه بفريق النادي الاهلي وبالجهاز الطبي والجهاز الفني والجهاز الاداري على اعلى مستوياتها منذ بدات جائحه كورونا حتى اللحظه، في اعلى المستويات من ناحيه الدقه ومن ناحيه ان كل يوم بيتم عمل مسحه للاعبين قبل المشاركه في المران، ومش بس بيكتفي الجهاز الطبي بالمسحه، لكن كمان حتى اللي بيتم شفائهم وبتثبت سلبيه مسحتهم شفائهم من فيروس كورونا بيتم عمل تحاليل واشعه للرئه وللقلب عشان يتم التاكد من سلامتهم بشكل كامل، وما ينزلوش التمرين او يشاركوا في التمرين وهم عندهم اي لا قدر الله تداعيات تاثر عليهم او على صحتهم جراء المجهود طبعا اللي بيبذل في التمرين بشكل يومي. طيب من هنا اخدكم
عندنا ماتش الناس اللي حابه يعني تتابع النهارده، النهارده في سوبر اسبانيا هيتلعب في الرياض، اتلتيكو بلباو مع الريال المنتشي الحقيقه بتاهل المباراه النهائيه على حساب البارسا بعد ما فاز في ديربي اسبانيا او كلاسيكو اسبانيا بنتيجه 3-2. اللقب النهارده لو احرزه ريال مدريد مع انشيلوتي يقرب ويضغط بشكل كبير جدا على البارسا صاحب الرقم القياسي في تحقيق كاس او لقب كاس السوبر الاسباني برصيد 13 بطوله. الريال النهارده في حاله فوزه يوصل للقب رقم 12 ويبقى الفارق بيدي بينهم لبطوله واحده، مباراه اعتقد هتكون مباراه منتظره النهارده في الرياض. خليني اقول لحضراتكم واختم مع البونزليجا واروح للقاء شهد تالق كبير جدا لروبرت ليفاندوفسكي المهاجم الافضل على مستوى العالم. الحقيقه ثلاثيه ساعدت بايرن ميونخ في الفوز بنتيجه 4-0، ومش بس كده الحقيقه امنت 3 نقاط للبايرن، لكن كمان وصلت ليفاندوفسكي لرقم تاريخي 300 هدف، 300 هدف سجلهم روبرت ليفاندوفسكي في تاريخه مع بايرن ميونخ. الهدف الاول كان في شبهه تسلل، وبعد رجوع للفار تم التاكد من صحه الهدف زي ما حضراتكم شايفين كده. السلام طبعا واضح جدا بفارق شاسع الحقيقه، يمكن ياردتين ولا حاجه استلم ليفاندوفسكي، وما دام استلم وما دام جوه الصندوق وما دام لوحده يبقى تاكد بنسبه 100% انها جول. بعد كده الفرنسي توليسو احرز هدف اكتر من رائع، استلام باليمين، استلام بسنده بتصليحه، كل ده في لمسه واحده وتخليصه بالشمال، كره اكتر من رائعه طبعا لتوليسو، واحد من افضل لعيبه نص الملعب. عندهم قدره رهيبه وعجيبه وغريبه على اختيار لاعبين مش نجوم، لكن الحقيقه بيبقوا نجوم كبار جدا مع بايرن ميونخ. وطبعا هنا العين اللي بتختار وبتراقب. هدف تاني او هدف ثالث للبايرن، وتاني بتوقيع ليفاندوفسكي لروي ساني، وتصليحه الجمال ده، ايه الحلاوه دي يا ساني، تصليحه ليفاندوفسكي عشان يحط هاتريك ويوصل لرقم 300 من حيث الاهداف طبعا في مشواره مع بايرن ميونخ، رقم قياسي جديد بيحققه روبرت ليفاندوفسكي. معانا واحد من اهم نجوم فرنسا ومن اهم نجوم الارسنال في فترته الذهبيه الانفنسبلز او الجيل اللي فاز بالجولدن بريمير ليج، ودي حاجه ما حصلتش في التاريخ غير مع الارسنال، مع ارسن فينجر، جيل تياري هنري، روبرت بيريس، باتريك فييرا وغيرهم من النجوم. روبرت بيريس هيكون ضيفنا في السادسه بس بعد الفصل. عن الدوري الانجليزي هنتكلم، وبالتحديد الارسنال اللي بيعاني من فتره طويله جدا وخصوصا بعد رحيل ارسن فينجر. النهارده معانا واحد من اكبر الاسماء في عالم الكره الفرنسيه، جيل 98 اللي حقق كاس العالم، وهو نفس الجيل الحقيقه اللي ساهم بشكل كبير جدا في تحقيق انجاز لم يتكرر ومن الصعب ان يتكرر. طبعا اللي انتم شايفينه في الشاشه ده روبرت بيريس، نجم الارسنال في بدايه الالفيه الجديده، الجيل اللي زي ما قلت لحضراتكم حقق الجولدن بريمير ليج، التيم الوحيد اللي قدر يحقق اللقب ده، وهو تحقيق لقب بطوله الدوري الانجليزي بدون هزيمه واحده. ده كان جيل روبرت بيريس، تييري هنري، دينيس بيركامب، باتريك فييرا وغيرهم طبعا من النجوم العظام اللي بيحلم جماهير الجانرز بتكرار ولو جزء بسيط جدا من بطولاتهم. لاعب خط نص اكتر من رائع، قدره كبيره جدا دفاعيه وقدرات اكبر هجوميه، سرعه ومرونه ورؤيه، وقول زي ما انت عايز تقول. روبرت بيريس هو ضيفنا في السادسه، اللي تسمحوا لي طبعا في البدايه ان انا اشكره على وجوده معانا، شرف لينا انك انت تكون موجود معانا طبعا، وبشكرك على وقتك وعلى انضمامك لينا في السادسه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم جميعا. انت كنت من الواحد من السكواد بتاعت الارسنال اللي نجحت في انها مش بس تحط بصمه في البطولات الانجليزيه، لكن اللي نجحت في زياده قاعده وشعبيه وجماهيريه الارسنال على مستوى العالم كله. لازم ابدا معاك واهنيك على انجازاتك الكبيره انت وجيلك كله الحقيقه مع فريق الارسنال. شكرا لك على دعوتي، ودائما هو شكر وفخر أن أتحدث مع تلفزيون مصري، وأعتقد أنه من شيء كبير لي لتواجدي معكم اليوم. طيب هبدأ معك من بكرة تحديدا، حدث بينتظره برضه عشاق الكره في العالم كله، جائزه ذا بيست اللي بيتنافس عليها 3 من اهم نجوم العالم، روبرت ليفاندوفسكي نجم بولندا طبعا والبايرن، ومحمد صلاح النجم المصري ونجم ليفربول، ومعاهم الاسطوره الارجنتينيه ليو ميسي. من وجهه نظرك وفي تقديرك مين الافضل ومين الاحق بالجائزه؟
أعتقد أنه يوجد هم أفضل من ثلاث لاعبين رائعين، لاعبين يستحقوا الفوز جميعا، ولكن أعتقد أن سواء ليفاندوفسكي أو صلاح أو ميسي رائعين، ولكن رأيي أنا سأذهب لمحمد صلاح. رأيي من وجهة نظري هو ببساطة هو أدى أداء رائع خلال هذا الموسم، ويفعل دائما الماتشات الكبيرة على مستوى عالي، وأعتقد أنه تأثيره على ليفربول ومع منتخب مصر هو لاعب أنا أحبه جدا وأقدره، لأنه يمتلك كثير من المهارات والإمكانيات، ولذلك سأختار محمد صلاح، ومش عشان أنا موجود في التلفزيون المصري. هل ده معناه إنك أنت ما كنتش متفق مع نتيجة جائزة البالون دور، واحدة من أهم جوائز برضو الأفضل على مستوى العالم، وكثير من الناس شافت إن في ظلم كبير للاعبين زي كريم بنزيما، زي جورجينيو الإيطالي طبعا لاعب تشيلسي، هل كنت متفق ولا شايف إنه ميسي كان يستحق الجائزة؟ أنا أتفق مع كثير من الناس أنها لم يكن ميسي الذي يستحق الفوز بالجائزة، وطبعا ميسي هو لاعب رائع الجميع يعرف هذا، ولكن على هذه العام ليفاندوفسكي وجورجينيو وبنزيما ومحمد صلاح هم كانوا الأحق بالفوز، هم أدائهم ونجاحهم، وأعتقد أن ميسي لم يمتلك الاستمرارية، هم كانوا لديهم الاستمرارية خلال الموسم، والموسم الذي قضاه ميسي لا أعتقد، ولكن أعتقد ليفاندوفسكي كان الأحق وكان الأقرب للفوز باللقب. طيب من الأفضل خلينا نروح معاك لأفضل فترة للأرسنال، وهي الفترة اللي كان بيلعب فيها جيلك، ومن بعدها يمكن الحقيقه الارسنال حتى اللحظه اللي بنتكلم فيها تحت قياده ارتيتا الارسنال يعاني من وجهه نظر روبير بيريز، ايه هي اهم الاسباب اللي ادت لده، وازاي يرجع الارسنال من وجهه نظرك على الطريق الصحيح؟ أتمنى طبعا، وفي كل الأحوال أتمنى أن أرتيتا يستطيع الحصول على أداء أفضل، وأعتقد أن زي ما بنقول باللغة الفرنسية أن هو أرتيتا يمتلك الجودة، وأعتقد أن هو ذكي وقادر على صنع الفارق، وأعتقد أن يجب علينا الصبر، لأن أرتيتا يؤدي بالفعل أداء جيد، ولكن لابد من التحلي بالصبر، وأعتقد مع الوقت أنه سيحصل، ولكنه يوجد ثلاث فرق أقوى، مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي هم أقوى في الوقت الحالي، ولكن في المستقبل أعتقد أنه سيذهب لأرسنال لفريق أقوى أفضل. لا، إذا ذكرنا تشيلسي لابد أن احنا نتكلم على تجربة الحقيقة كانت ملفتة جدا مع تغيير الإدارة الفنية من فرانك لامبرد توماس توخيل، تغير الحال في تشيلسي واصبح عنده قدره على المنافسه، بل انه حقق اللقب الاهم على مستوى قاره اوروبا ولقب الشامبيونز ليج، هل التجربه دي مش ممكن تكرارها؟ وهل هنا العامل الفارق او العامل الحاسم من وجهه نظرك كان بس وجود اسم توماس توخيل على راس الجهاز الفني، ولا في اسباب تانية؟ اعتقد انه سيكون صعب بالنسبه لارسنال، لأن أعتقد وأهم شيء هو الحصول على تذكرة الوصول لدوري أبطال أوروبا، لأن هذا هو الهدف الحالي، لأن يوجد فرق أقوية جدا في الوقت الحالي، تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وأعتقد هذا قبل أن نفكر في التفكير في الفوز بدوري أبطال أوروبا، المهم من المهم التفكير في الصعود لدوري أبطال أوروبا، ولكن وهذه هي الأولوية والأفضلية، وهذا مهم جدا أن أرسنال تتحسن وعلى مستوى الأداء، ولكن يبقى الهدف هو الوصول لدوري أبطال أوروبا مبدئيا. أنا أعتقد لو ما خانتنيش الذاكرة أنك أنت كنت بتلعب لمارسيليا قبل ما تنضم للأرسنال،
وانا عارف انه بين مارسيليا وبين بي اس جي ديربي وتاريخ طويل جدا من المنافسه طبعا، لكن هسالك على البي اس جي بدايه. هسالك على البي اس جي بدايه، بما انه الفريق اللي بقى بيضم عدد كبير جدا من النجوم، هل تراهن السنه دي على نجاح بي اس جي في تحقيق لقب دوري ابطال؟ وهل اختلفت المسابقه الفرنسيه ليج 1 مع وجود الكم الكبير من النجوم داخل في صفوف بي اس جي؟ تعلم تماما الهدف الرئيسي لباريس سان جيرمان هو الحصول على دوري ابطال اوروبا، هذا هو الهدف الرئيسي لهم، لانهم فريق قوي جدا باريس سان جيرمان، ولديهم لاعبين على قدر عالي ومنهم ميسي طبعا، نيمار ومبابي، ولا اريد ان انسى باقي اللاعبين، هم جميعا على مستوى عالي، ولكن اعتقد اليوم الفريق الذي يمتلكه باريس سان جيرمان بالفعل يستطيع الحصول على باريس سان جيرمان، ولكن يجب الحذر ان يوجد فرق اقوياء جدا مثل مان سيتي وتشيلسي وانهم لديهم الجوده الجيده للحصول على دوري ابطال اوروبا. ايضا بما ان بنتكلم على باريس سان جيرمان يبقى بنتكلم على واحد من اهم نجوم فرنسا، كيليان امبابي، اللي كان فيه كلام كتير عليه الفتره الاخيره، كلام عن رغبته هو الشخصيه في انه يكون موجود في ريال مدريد، كلام عن رغبه البي اس جي في الاحتفاظ باهم موهبه فرنسيه في التوقيت الحالي، الافضل من وجهه نظرك في مستقبل كيليان امبابي؟ اعتقد المهم لكيليان امبابي هو لديه الخيار ان يلعب في الفرق الكبيره، وهو له الافضليه ان ياخذ القرار السليم الذي يعود عليه بالنجاح والاستفاده، ولكن اعتقد انه مر وقت جيد في باريس سان جيرمان، ولكن اعتقد انه هدفه وحلمه الكبير الانضمام لريال مدريد، وهو يتمنى ان يمشي وان يذهب لريال مدريد، واعتقد انه لديه الحق في هذا، وانا مع هذا ان ينضم لفريق ريال مدريد. منتخب فرنسا المنتخب الحقيقه بيملك يمكن سكواد تعتبر يمكن يعني في تقديري واحده، خليني اقول واحده من اقوى الفرق او اقوى الاسماء على مستوى كل المراكز تقريبا، بدايه من حراسه المرمى وصولا لخط الهجوم، ازاي بتشوف فرصه في الفوز او تحقيق لقب كاس العالم تكرار تاني لانجاز اتحقق قبل كده مرتين؟ والحقيقه ان فرنسا بقت واحده من القوى العظمى دايما مرشحه للتتويج في البطولات الكبيره. اعتقد انه سيكون صعب جدا ويجب القول هذا والتعبير عنه، ومهما كان يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين، ولكن اليوم الهدف هذا هو هدف، هو هدف مؤكد، الحصول على كأس العالم 2022، ولكن هي بطولة ثانية واللاعبين معروفين والجميع يعرف مستواهم، وبالتالي هذا مهم جدا للعمل على الأخطاء. أنا واثق لأنها دولتي وأنا أحبها، وأنا واثق من اختيار المنتخب الفرنسي، ولكن أعتقد أن احترام المنافسين سيكون هو الأهم في الفرق. طيب خليني أسألك شوية، يعني بحكم أن أنت مش بس جيلك في الأرسنال، لكن الكورة في الفترة اللي أنت لعبت فيها كانت الملاعب يعني مليئة بالمواهب، صحيح في نجوم أفزاز، في نجوم قامات كبيرة جدا ومؤثرة جدا في الوقت الحالي، لكن لو استرجعت الأسماء اللي كانت بتلعب مع جيل روبرت بيريز في التوقيت ده، هلاقي أسماء بحجم زين الدين زيدان، بحجم رونالدينيو، بحجم توتي، بحجم كانتونا مثلا قبلهم شوية، أسماء يعني مبدعة جدا، غابت أو قلت الموهبة إلى حد ما، مش عارف تتفق معايا في وجهة النظر دي ولا لأ، وإزاي ممكن ترجع المواهب دي أو يتم اكتشاف المواهب دي بنفس الشكل مرة تانية؟ Vous êtes d'accord ou pas ? أنا أتفق مع حضرتك تماما، لأن بصراحة الاختيار اللاعبين في عصري كان يوجد لاعبين على مستوى فني، أما الآن الاختيار يأتي على المستوى البدني أكثر ما هو الفني، المستويات الفنية كانت أعلى كثير في الوقت زي زيدان ورونالدينيو
ورونالدو الظاهرة لاعبين كثيرين، ولكن الآن أعتقد هم أقل، يوجد لاعبين جيدين جدا ولكن على المستوى الفني ليسوا مثل عصري. روبر بيراس، خليني أطلب منك تختار التشكيل الأفضل على مستوى العالم دلوقتي من وجهة نظرك، مين ال11 اللي تختارهم عشان يمثلوا فريق الأحلام بالنسبة لك؟ أتريد أن أقول الأسماء ال11 اسم؟ بداية من حراسة المرمى لغاية خط الهجوم، دول الأفضل من وجهة نظر روبر بيراس. طبعا شيء صعب وليس سهل، يوجد كثير من اللاعبين جيدين، ولكن سأقول إيدرسون في حراسة المرمى مانشستر سيتي، حارس مرمى مانشستر سيتي، أرنولد، فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد في اليمين، فان دايك في قلب الدفاع، روبن دياز، كيفين دي بروين، مو صلاح وليفاندوفسكي وكيليان امبابي. روبر بيراس نجم طبعا الكره الفرنسيه ونجم الارسنال، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسه، استمتعنا بحوارك، وده تشكيل منتخب العالم اللي اختاره طبعا نجم فرنسا والارسنال السابق روبرت بيراس. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم في السادسه، ضيفنا هيكون طبعا نجم النادي الاهلي السابق كابتن احمد صديق. هي بوركينا فاسو الحقيقه من الدول اللي ما تقدرش تقول ان ليها رصيد او تاريخ كبير جدا في على مستوى الكوره يعني في قاره افريقيا، لكن في العشر سنين اللي احنا عانينا اللي عانى فيهم المنتخب المصري وما زالت المعاناه مستمره، يعني المعاناه ما انتهتش في العشر 12 سنه اللي عانى فيهم المنتخب المصري على مستوى البطولات الافريقيه، كتير ما بنتاهلش وكتير بنخرج بدري، وحتى البطوله لما كانت على ارضنا برضو صيفنا بدري. بوركينا فاسو اتقدمت جدا على فكره في الكوره، يعني ناس كتير ما تتوقع انها منتخب مش قوي او منتخب من المنتخبات الـ يعني البسيطه او الضعيفه، لا الكوره اتطورت جدا هناك، وده النم على شيء فبيدل الحقيقه انه الناس دي كان عندها رؤيه واشتغلت لسنين قدام عشان توصل للمكانه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. مش ما بقتش من كبار افريقيا، لكن الحقيقه كمان عملت طفره وعملت نقله على مستوى الكوره. نتمنى حد بس يكون بيكلمنا على خطط او على رؤيه لمنتخباتنا الوطنيه، مش بس المنتخب الاول، اربع خمس سنين قدام. انا مش عايز اقول لكم 10 سنين، نبتدي بس باربع خمس سنين قدام ونشوف بعد كده يحلها الف حلال. والكلام بقى بما انه الكلام جابنا عن منتخبنا، يبقى لازم نتكلم على ماتش غينيا بيساو وعلى مستوى المنتخب الوطني وعلى احاسيس ومشاعر المصريين وهما بيتفرجوا على المباراة، وخصوصا طبعا في اللحظة اللي دخل فيها الهدف اللي لغاه الفار. الحقيقة يمكن يعني أنا كنت بقول دايما طول عمري منتخب مصر دايما والكرة في مصر دايما مصدر سعادة للمصريين، وعلى الرغم ان احنا فوزنا امبارح لكن السعادة بيتهيألي غابت عند أغلب الناس. يعني العرض اللي قدمه المنتخب امبارح هو استمرار لسلسلة طويلة مش بس مع كارلوس كيروش لكن تمتد إلى ما قبل كارلوس كيروش، لكن فين المفر؟ التغيير هيحصل إزاي؟ هنطلع ونوصل كأس العالم ولا مش هنوصل؟ كلها أسئلة ملهاش إجابات لغاية دلوقتي، وأتمنى أنه عند ضيفي كابتن أحمد صديق يكون عنده إجابة على الأسئلة دي. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الخير يا زحمة، منور الدنيا. ربنا يخليك. أخبارك إيه؟ كويس؟ الحمد لله كله تمام. طب الحمد لله. أبتدي معاك من ماتش إمبارح، الأول احكي لي كده يعني الانطباع العام بعد ما خلص. تعرف في ماتشات بتخلص المنتخب الناس لدرجه سعادتها انها بتنزل الشوارع وبتحتفل، وفي ماتشات تانية حتى الناس وهي قاعده بتبقى مبسوطه وفرحانه، وفي ماتشات بتبقى فلات وفي ماتشات بتبقى زعلان. حالتك كانت ايه وانت بتتابع ماتش مصر وغينيا بيساو امبارح؟ لا يمكن احنا زي ما انت بتقول يمكن بقالنا كتير ما عشناش اجواء ان الناس تبقى مبسوطه لدرجه انه ينزلوا الشارع والكلام ده، يعني بقالنا فتره طويله. يمكن اخر حاجه كانت تقريبا صعودنا كاس العالم. أيوة. ده يمكن المباراه الوحيده اللي حسيت فيها ان المنتخب لكن بالنسبه لمباراه امبارح طبعا افضل ما فيها هو المكسب بس الفوز، يعني ده افضل ما فيها. غير كده لا، يعني غير كده طبعا لسه عندنا مشاكل موجوده في الملعب، عندنا مشاكل فنيه موجوده. يمكن كل حتى الكلام اللي بيتقال بعد المباراه ان افضل حاجه ان احنا عدينا مرحله الضغط اللي كنا موجودين فيها، المنتخب كان موجود فيها كجهاز فني وكلعيبه بعد مباراه نيجيريا والخساره. لكن بالنسبه لي يمكن شوط اول شوط كويس نسبيا، لكن الشوط الثاني طبعا الاداء كان اقل بكتير جدا. في اسباب طبعا، في اسباب كتيره وجهه نظري ومش عايز اخوض كتير، لكن ممكن يكون هو الراجل كروش عنده قناعات موجوده مش عايز يغيرها، وده مع المنتخب او في افريقيا لا لازم يعني لازم يعني تتعامل بالوضع اللي موجود، يعني لازم تعيش على ارض الواقع زي ما بنقول. يعني
هو في دماغه قناعات وفي دماغه تشكيل معين وطريقه لعب معينه مش عايز يغيرها، ودي صعبه شويه، دي يمكن صعبه. يعني انت امبارح ما بتتكلم، طب انت لعبت عبد الله السعيد امبارح عشان المفروض تلعب 4-2-3-1، لكن انت لعبت عبد الله السعيد وبرده بتلعب 4-3-3، ما عملتش حاجه. يمكن التغيير حصل شويه في الشوط الثاني، فزي ما قلنا يمكن اهم حاجه المكسب امبارح. نتمنى ان شاء الله المباراه الجايه مباراه السودان نشوف اداء ونتيجه افضل من كده ان شاء الله، لان الموضوع صعب، بطوله صعبه في اجواء صعبه وظروف صعبه، فنتمنى التوفيق ان شاء الله المباراه الجايه. والله انا شايف انه في منتخبات صغيره، وده يمكن اللي يمكن مزود شويه يعني مستوى المضايقه عند الناس. انا شايف في البطوله دي منتخبات صغيره بتقدم بشكل كويس، بتقدم بشكل كويس جدا طبعا. يعني غينيا بيساو اللي كانت بتلعب معانا امبارح لعبت مباراه كويسه جدا طبعا. جامبيا النهارده قدام مالي، يعني ما حدش توقع انه جامبيا تلعب جيم عالمي قدام وترجع في النتيجه وتقدم جيم بالقوه دي. فانت بتتكلم على اسماء ما كانش حد يتوقع انها يكون ليها مردود في البطوله او منافسه، يعني تقدر تنافس على بطاقه التاهل، ورغم كده ظهرت بشخصيه. سيبك من النتيجه، سيبك من التتويج من عدمه، اكلمك على انه الفريق يظهر بشخصيته، انه الفريق يبقى نازل عايز يعمل حاجه. ده عند اغلب المصريين، يعني ما اقدرش اتكلم باسم الناس، بس ما حسهوش لا في ماتش نيجيريا ولا في ماتش غينيا امبارح. خلينا نتفق ان الكره في افريقيا اتغيرت تماما فعلا، دي حقيقه. يعني بقى في فرق كتير جدا ما كانش على الساحه لكن بقت موجوده، وموجوده بشكل قوي جدا جدا يعني، وفي فرق كتير قوي يعني. لكن لو هنتكلم على منتخبنا، المشكله عندنا احنا، يعني المشكله عندنا احنا، المشكله عندنا حتى احنا من الاستعداد للبطوله. لو بتتكلم في بطوله كاس العرب، ده كانت بطوله مهمه جدا انك يعني تعمل تشكيل اساسي او تعمل سيستم لنفسك، لكن انت ما عملتش كده خالص. انت بالعكس، انت نص اللعيبه او اكتر من حوالي 30-40% من اللعيبه اللي انت كنت تاخدهم كاس العرب ولعبوا مش معاك في البطوله او ما بيشاركوش. طب الفكر والهدف كان ايه؟ فانا شايف ان الاعداد بالنسبه لنا ما كانش على مستوى البطوله، وده مأثر لحد دلوقتي بالسلب. لما تلاقي عبد الله السعيد كان بره البطوله موجود دلوقتي، ايوه تريزيجيه كان بره موجود، ممكن نقول تريزيجيه عشان كان من ضمن اللعيبه المحترفه. أيوة. لكن بتلاقي مثلا في ناس اسماء كانت موجوده بتأدي بشكل اساسي، قفشه، احمد رفعت بطوله كبيره، حسين فيصل، ايوه في اسماء، يعني اسماء كتيره كانت موجوده في البطوله، وحتى اللي ما راحش البطوله العربيه. يعني في ناس كتير قوي امبارح تقول لك طب يعني انت اخترت مثلا، انا بحب تريزيجيه جدا طبعا، هو مقتنع انه من اهم الاسماء طبعًا في اللي تبني عليها منتخب مصر. بس المهم تديله امتى، بس تديله امتى، المهم تديله امتى، يعني انت وعشان ما تظلموش طبعا، يعني كمان عشان ما تظلموش، لسه راجع من اصابه طويله. فانك تبدا بيه مباراه، اول مباراه صعب جدا. لكن في المباراه اللي فاتت مع غينيا لا ليه لا طبعا ليه شكل احسن. وده كان الطبيعي في اول مباراه قدام نيجيريا، ما ينفعش تبدا واحد بقاله 8 شهور لعب تقريبا 10 دقايق بس. هو لعيب مهم جدا ولعيب مؤثر للمنتخب، لكن امتى اديله امتى؟ ودي اللي يمكن المشكله اللي بنقابلها مع مستر كروش، انه هو في دماغه قناعات هعملها. وده طبعا انا شايف ان ده بيخلي الدنيا الحاله حتى بتاعت اللعيبه والانسجام مش موجود بشكل كبير جدا. يعني مين اللي امبارح، يعني انا كنت بقول اول مباراه فاتورتها يتحملها كارلوس كيروش بنسبه طبعا 95% طبعا، يعني هو اللي يشيل الشيله. امبارح اغلب الناس شافت انه في ظل الغيابات طبعا والاصابات اللي تعرض ليها المنتخب، دي التشكيله الافضل او الاسماء الافضل للراجل والطريقه الافضل للراجل يبتدي بيها، وقد كان. ورغم كده برضو الناس ما كانتش مبسوطه قوي. خلينا اتكلم على اللعيبه بقى، يعني مش عايز بس طول الوقت نبقى ضاغطين على كارلوس كيروش. هو طبعا يعني ما ظهرلوش بصمه او اماره زي ما بيقولوا لغايه اللحظه، لكن في النهايه برضو اللعيبه، انت شايف اللعيبه قدمت المردود اللي يسمح بظهور شخصيه المنتخب، ومين كان الافضل امبارح من وجهه نظر احمد صديق؟ هو احنا بس مش عايزين الناس تفهم ان احنا بنهاجم كروش او المنتخب. ليه هاجم براحتك، والناس كلها يعني مصر كلها عايزه تهاجم كروش. بالعكس، احنا بندعم وبندعم بشكل قوي جدا والله. دي حقيقه، لان احنا موجودين في البطوله، وان شاء الله نتمنى ان احنا ناخد البطوله كمان ونوصل لمرحله. بص يا ابو حميد، عشان اكون بمنتهى الصراحه، انا هنا دايما بتكلم على المدرجات، يعني تمام. لا يعنيني الجهاز الفني، ولا يعنيني اتحاد الكوره، ولا يعنيني اي حد من المسؤولين على المنظومه. انا كلامي مدرجات مع الناس ومع لا، وهو امر واقع، هو الناس كلها شايفه كده. امبارح الناس كلها، يعني اغلب الاراء الجمهور، يعني بتقول لك احنا عايزين مدرب وطني، وفي اسماء يعني مطروحه بشكل واضح وصريح. شكرا كارلوس كيروش. يعني سيبك من قصه الدعم والدبلوماسيه والكلام ده، احنا بنتكلم كوره دلوقتي. الراجل جه سي في محترم على عيني وعلى راسي، اسم كبير، مسك منتخبات، وصل كاس عالم، درب في اليونايتد والريال، لكن مع المنتخب معانا مش شايفين له اماره. الناس بتقول كده. بص، لو هنتكلم عن مباراه امبارح، يعني
التشكيل كتشكيل التشكيل انا ما عنديش مشكله، ممكن يكون في ظل الغيابات اللي موجوده ده افضل تشكيل، لكن الفكره مش التشكيل، الفكره في طريقه اللعب اللي لعبنا بيها. ايوه يعني زي ما بنتكلم ان هي ما لعبش 4-2-3-1، عندك عبد الله سعيد موجود يقدر يلعب الفرقه بشكل كويس. اوكي انت ما قفشه ما ضمنتش قفشه، اوكي مفيش مشكله. أيوة. ودي طبعا من ضمن السلبيات اللي موجوده. لو عبد الله اتصاب النهارده ما لوش ما هي الفكره يا احمد ان هو ليه سيستم معين هيلعب بيه خلاص، وهو تقريبا اكبر يعني اكبر السيستم الكبير في دماغه الاتجاه بالنسبه له في الخطه او في التكتيك انه بيلعب 4-3-3. أيوة. ده واضح بنسبه كبيره جدا يعني. على فكره بنسبه 4-3-3 كتير من الصحف الانجليزيه يعني مش عارف اقول، مش لاقي لها وصف الحقيقه يعني اقول ايه، على ماتش نيجيريا قالت لك اغرب طريقه في التاريخ 5-5-0، انه لعب يعني سيبك من موضوع المراكز كمان انه جاب صلاح راس حربه وانه ودى مصطفى، لكن تلعب بطريقه 5-5-0 دي كان مصدر او مثار تهكم زي ما بيقولوا كده في الصحف. ما هي المشكله يا زحمه كمان في الافراد اللي تلعب بالطريقه دي. طيب انت اسمح لي كابتن احمد، هرجع لك مره ثانيه. معنا طبعا الهداف التاريخي للمنتخب السوداني علي جاجارين، طبعا واحد من نجوم النادي الهلال السوداني. بمناسبه الكلام عن مواجهتين مرتقبتين او ثلاث مواجهات مرتقبه، عندنا طبعا مصر السودان في بطوله افريقيا، وعندنا الاهلي مع اشقائه طبعا الهلال والمريخ السوداني في بطوله دوري الابطال. كابتن علي مساء الخير، ويسعدنا ويشرفنا انك تكون موجود معنا في السادسه. شكرا كثير. انا حقيقه يعني اكثر سعاده واكثر تشريف بهذه الفرصه اتحدث عليكم عبر هذه القناه الشهيره وهذه القناه التي احبها واحب الفريق الذي تتكلم باسمه يعني. شكرا لك كابتن علي. خليني بدايه ابتدي معك بالمباراه الاقرب والمباراه اللي تهمنا، طبعا مصر والسودان يوم الاربعاء في بطوله افريقيا. ما زال المنتخبين بالمناسبه عندهم فرص في الحفاظ على حظوظهم في التأهل، ازاي بتشوف المباراه وازاي بتشوف كمان استعدادات المنتخب السوداني اللي قدم مباراه الحقيقه لازم اشيد بالمستوى اللي ظهر بيه قدام نيجيريا؟ حقيقه يعني كل المباريات التي تجمعنا مع الاخوه في شمال الوادي مباريات محببه الى نفوسنا، لاننا نغادر منتخب كبير يعني منتخب باسم كبير خالص الحمد لله. فانا اعتقد انه مثل هذه المباريات لها يعني دوي كبير جدا جدا في الاعلام الرياضي. والفريق الحقيقه اللي ينتصر في هذه المباراه يكون ينتصر في مباريات تاريخيه، لانه اللي يقدر ينتصر على المنتخب المصري انا بفتكر ده يعني فريق كبير جدا جدا. يعني حتى انه يستطيع ان ينتصر على المنتخب المصري بكل ما فيه من قوه، بكل ما فيه من جبروت، وبكل ما فيه من تاريخ يعني. الفريق المصري بيلعب باسم كبير بالمناسبه، حتى ولو لم يكن في الفورما يعني معظم لعيبه المنتخب المصري حتى لو ما كان في الفورما، لكن في هيبه وفي خوف من ملاقاه الفرقه المصريه بشكل عام يعني، حتى وعلى بالذات المنتخب المصري. المنتخب المصري فريق ما سهل، فريق يعني احرز البطوله لمده 7 مرات في هذه كاس الامم الافريقيه. فريق يعني عنده بصمته، عنده مكانته، عنده هيبته. فدائما مباريات بتكون يعني حساسه، مباريات كبيره، والفريق اللي بيلعب ضد المنتخب المصري دائما بيلعب بويل شديد وبخوف ورهبه. انا افتكر ان شاء الله يعني ان شاء الله بيننا احنا يعني اللي يلعب احسن هو اللي يكسب ان شاء الله. تقييمك بشكل عام للبطوله كابتن علي ازاي بتشوف من الناحيه الفنيه ومن الناحيه التنظيميه كمان؟ من الناحيه الفنيه يعني من ناحيه مستويات المنتخبات، الكوره اللي بتتلعب فيها رايك فيها، ومن ناحيه التنظيميه برضو بتشوف الى اي مدى نجحت الكاميرون لغايه دلوقتي في يعني تقديم بطوله قويه؟ انا اعتقد يعني الكاميرون بكل امكانياتها وبكل ما عليها من ميد كروي ايضا في هذه البطوله نظمت بطوله يعني منظمه، يبدو انها بطوله راغيه ومغطاه ومنظمه جدا جدا. وانا شاهدت الاستعدادات اللي تم فيها الليك، وشاهدت حتى صالات الاعلام اللي معموله في الاستعدادات لكل الصحفيين، وامكانيه التوصول بسهوله اعلاميا لكل الدول عبر هذه المنصه الاعلاميه. افتكر يعني الكاميرون نجحت نجاح كبير جدا في توفير يعني بيئه صالحه جدا لاقامه امم افريقيا بشكل راغي يعني. ومن الناحيه الفنيه ايه المنتخبات اللي لفتت نظرك؟ مين المنتخبات اللي ترشحها للتتويج بلقب بطوله الامم النسخه دي، نسخه الكاميرون؟ والله اقول لك بكل صراحه انا كلاعب كوره اقول لك يعني المستويات الفنيه بتاعت الفرق اللي شاهدتها كلها
يعني اقل مما كنت اتوقع حقيقه، انا اقول لك بكل صراحه. وبالذات المنتخب المصري، اقول لك يعني انا شاهدت المنتخب المصري في بطوله كاس العرب، منتخب مصري قدم بطوله على مستوى عالي جدا. انا بشاهد المباراه الاولى لعبت المنتخب المصري مع الفريق النيجيري، فاستغربت جدا واندهشت جدا لمستوى المنتخب المصري امام فريق النيجيري يعني حقيقه يعني كان المنتخب كان اول حاجه في اسماء جديده، طريقه اللعب اختلفت، الحماس والتكنيك وتبادل المراكز، وبعدين الحميميه في اللعب ذات يعني حميميه في اعطاء الباصات واللعب والحركه والوجوه المستنيره. انت لما يجيبك لاعب كوره مصري قريب من الشاهق بيشوفوا ثقه بالنفس ويشوفوا الفرحه بانه هو بيلعب بيأدي في مباراه على مستوى عالي جدا من الامكانيات. لكن الحقيقه المباراه مع الفريق النيجيريا انا خذلتني والله بكل صراحه اقول لك، ما انا ما كنت اتوقع ان المنتخب المصري يؤدي مباراه، بدات مباراه حقيقه يعني دون المستوى المنتخب المصري عاده بيلعبها يعني. لكن المباراه الثانيه اللي اتلعبت ابو غامس يعني حقيقه مع غينيا بيساو المنتخب تحسن كثير جدا والاداء تحسن كثير جدا جدا. دايب. وانا افتكر وجود سوليه في المنتخب مهم جدا، لانه وجود سوليه في المنتخب بيديه دافع كبير جدا جدا في في في, في التكنيك وفي الحركه من والى والكوره الشامله يعني. فانا صحيح وفرق معانا كثير امبارح. خليني كابتن علي اخذك شويه للكلام عن دوري الابطال. والحقيقه مواجهات الاهلي والفرقه السودانيه الهلال والمريخ يعني واحدة من اللقاءات الدربيات اللي ليها تاريخ طويل، واعتقد انت شخصيا يمكن كان ليك يعني مش بس مواجهات ومنافسات مع النادي الاهلي، لكن كمان ارتبطت بعلاقات قوية جدا مع كتير من نجوم النادي الاهلي ومنهم كابتن محمود الخطيب نجم النادي الاهلي ورئيسه الحالي. انا اقول لك بكل صراحة انا كابتن فريق الهلال وانا احب الاهلي المصري، فريق الاهلي القاهري جدا جدا. ايوه وعلاقتي قوية جدا مع كابتن محمود الخطيب، وحتى لما بنراسل بعض عندنا مع الواتساب عندنا مراسلات، كابتن مصطفى يونس مع كابتن جري الشطة يعني صداقة قوية جدا جدا، غير خلافات اخرى مع فاروق جعفر وحسن شحاتة ولعيبة اخرين يعني. فانا علاقتي معهم حميدة جدا جدا. علاقتنا مع شمال الوادي وجنوب الوادي علاقات قويه وهي علاقات ازليه طبعا، دائما لا نفكر في من ينتصر في مثل هذه المباريات حقيقه. العلاقات دائما جميله ونقدم مباريات جميله، العلاقات والروابط دائما في احسن احوالها ودائما طيبه الحقيقه، بصرف النظر عن المنافسه اللي بنتحط فيها سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه، لكن تظل العلاقات والروابط في منتهى القوه الحقيقه كابتن علي. بالتاكيد بالتاكيد، هذا بالنسبه تجدنا دائما في كل المباريات التي نلعبها مع المنتخب المصري سواء كان على مستوى المنتخب او على مستوى الفرق. ويمكن من حسب معلوماتي اعتقد فرقه الهلال دلوقتي بتعمل معسكر في القاهره. نعم هي رجعت من القاهره، لكن المريخ موجود في القاهره الان. ايوه اهلا اهلا وسهلا، دايما بلدهم الثاني. بشكرك شكرا جزيلا كابتن علي، طبعا جاجارين نجم وهداف المنتخب السوداني الاول ونجم نادي الهلال السابق، شكرا شكرا جزيلا. يعني معلش كان مهم جدا نتكلم مع كابتن علي على مواجهه مصر والسودان، وهكلمك طبعا كابتن احمد على ماتش مصر والسودان وايه المنتظر منه قبل ما نروح للاصعب، لانه الاصعب قادم لا محاله. بس اسمح لنا هروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مع كابتن احمد صديق نجمنا وضيفنا في السادسه بعد الفاصل. مره ثانيه بنرجع لحضراتكم مع نجمنا كابتن احمد صديق اللي طبعا بجدد الترحيب بيه، ويمكن الكلام يمكن مع كابتن علي على ماتش السودان ياخدنا لاخطاء او يعني مشكلات ماتش غينيا اللي لابد من تفاديها في سيناريو السودان. تتوقع بدايه ان الراجل يبدا بنفس الطريقه ونفس التشكيل، ولا في عندنا غيابات طبعا هتكلم عليها، لكن الطريقه والتشكيل اللي يتكرروا في ماتش السودان، ولا هيبقى في اختراع جديد من مستر كيروش؟ والله احنا ماشي مع مستر مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل، لكن بنسبه كبيره ممكن يكون اقرب نفس التشكيل بنسبه كبيره يعني. وانا شايف الناس حتى ادت العجز اللي موجود في ظل الغيابات اللي موجود بشكل كويس يعني، حتى لو تتكلم مثلا على ايمن اشرف طبعا لعيب كده كده عنده الخبرات. طب ما تبتدي لي بعمر كمال كده بقى، يعني بما انه باك يمين، انت لعبت في فتره كانت الباكات اليمين في مصر تحتار تاخد مين ولا مين ولا مين. النهارده احنا قاعدين حاطين ايدينا على خدنا، ويعني بندور وبنحاول نلاقي، وغياب اكرم طبعا اثر يعني بشكل كبير طبعا. في البدايه طبعا بيقول اكرم يعني الف سلامه عليك، وان شاء الله ترجع اقوى واقوى من الاول ان شاء الله، واحنا عارفين عندك العزيمه الكبيره اللي ان شاء الله تخليك انك ترجع بسرعه، ودي من اهم الحاجات اللي ان شاء الله تعجل برجوعه باذن الله. ان شاء الله اتكلم مع عمر كمال، انا شايف انه ادى بشكل كويس يعني. يمكن من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده في المباراه، وهو لعيب كويس. وبعدين تتكلم على حد كمان ما عندوش الخبره الكبيره، لكن
ماتش واثنين وثلاثه بيجي طبعا صراحة. هو لعيب كويس وامكانياته كويسه، ادى بشكل كويس، ادى المطلوب منه، لان حاله المنتخب نفسها صعب ان حد يدخل فيها ويؤدي فيها بشكل كويس. يعني بتتكلم على لعيب لسه ثلاث اربع ماتشات دوليه في ظل ان المنتخب نفسه حالته الفنيه مش عاليه، احسن حاجه طبعا بتبقى صعبه جدا، وانه يظهر بشكل كويس. فانا شايف انه من اللعيبه اللي ادت بشكل كويس جدا. ان شاء الله نتمنى ان ماتش السودان يا رب تبقى بدايه، يعني ما نقدرش نقول ماتش غيني. طبعا بدايه انك عديت نقطه نيجيريا اللي كانت مأثره بالسلب على الجهاز الفني وعلى اللعيبه وعلينا احنا كجمهور حتى. هو انت لسه عندك يعني متمسك باملك او حلمك بانك انت توصل لبعيد في بطوله امم افريقيا، ولا بعد العرضين دول بعد غينيا ونيجيريا الامال تراجعت شويه؟ هو طبيعي جدا الاداء اللي شفناه وخصوصا مباراه نيجيريا يخليك طبعا تبقى ما اقدرش اقول الثقه، لكن يعني ان انت ما عندكش يعني القدر من الثقه ان انت توصل لمرحله بعيده. لكن طبعا كلنا امل في اللعيبه وفي الجهاز طبعا انه ان شاء الله يقدروا يطوروا من ده ويتفادوا. ما عداش عليك في مره حاله التراجع العنيفه في المستوى ويحصل مره واحده كده يعني نقله نوعيه، يحصل شيفت كده تخلي الامور تختلف تماما 180 درجه؟ لا وارد جدا في الكوره، وارد جدا طبعا. الثقه بس لازم الجهاز يساعد. يعني انا كنت اتمنى كمان ان الكابتن ضيا والكابتن ومحمد شوقي وكلهم دور، لان هم عارفين لعيبه المصريين بيحاولوا والله. يعني اللي وصلني انه الناس بتحاول جدا مع الراجل، لكن الراجل في النهايه متشبث دايما برايه. يعني هو انا عارف ان البرتغاليين يعني انت متوقع مثلا، متوقع من غير معلومه، من غير ما يجي لك معلومه من اوضه اللبس، متوقع انه حد من الجهاز الفني كان موافق على الطريقه وعلى توظيف اللعيبه اللي احنا لعبنا بيه ماتش نيجيريا؟ اكيد لا طبعا. ده اللعيبه نفسها غالبا ما كانتش مقتنعه. لا طبعا يعني، لان اصعب حاجه في الكوره انك تفاجئ اللعيب بمركز غير مركزه، وخصوصا مش هيفيد المنتخب في حاجه. يعني معلش انا ليه العب بصلاح فيروز صريح مثلا؟ طب اوكي هلعب صلاح فيروز صريح، خلاص ما العبش مصطفى محمد، العب حد تاني، العب حد جناح، العب زيزو مثلا ايا كان. وبعدين تيجي مثلا في المباراه اللي فاتت بتنزل زيزو. طب زيزو لعيب كويس ولعيب مهم، بس شو اكتر شغل لزيزو راجل بيلعب على الطرف اليمين، فشغله اكتر شغل اوفرات كتير او كروسات كتير. يعني معنى كده انه عايز راس حرب يلعب دماغه كويس. نزلت زيزو وخرجت مصطفى محمد، طب نزل زيزو يعمل كروسات لمين؟ يعني حاجات معينه كده في توظيف اللعيبه انا شايف انها مأثره كتير جدا جدا بالسلب على المنتخب. يعني اتمنى ان شاء الله من مباراه السودان الموضوع يختلف، واتمنى ان الجهاز المساعد يبقى له دور، لان هو حافظ اللعيبه اكتر بكتير جدا من مستر كروش، لانه عارف اللعيبه المصريه وعارف حتى تفكير اللعيب المصري. ممكن في اوروبا ان انا النهارده اوظف لعيب غير مكانه وارد، لكن في اللعيبه المصريه محتاجه، لا محتاجه ان انا اشتغل عليها كتير قوي. أيوة. ان انا عشان اوظفك في مكان فلازم اعودك عليه تمرينه واثنين وماتش واثنين عشان تقدر تادي فيه بشكل كويس، وخصوصا انت عندك اللعيبه اللي عندك البدائل، يبقى ليه اوظف؟ يعني ليه اوظف لعيب غير مكانه طالما البديل موجود؟ يعني انا عايز العب هوف رايت مثلا، ليه مصطفى محمد لو هلعب صلاح فيرويد خلاص يبقى عندي زيزو؟ يعني تركيبات كده معينه نفسي افهم فكر مستر كروش من كاس العرب، وهي باينه للامانه، يعني هي باينه جدا من بطوله كاس العرب. يعني محمد عبد المنعم مره باك يمين، ايمن اشرف مره نص ملعب، لا كتير، حاجات هتلاقي كتير كده. يعني احنا نتمنى ان احنا نعدي كل النقاط دي ان شاء الله، بان احنا ان شاء الله يبقى مباراه السودان ان شاء الله اداء ونتيجه كويسه، ونبدا نفكر بقى في المباريات الصعبه اللي انت بتتكلم بعد كده. طبعًا. الموضوع صعب نوع. جدا بعد كده. طبعا الونش مين افضل من وجهه نظر احمد صديق؟ لا هو محمود علاء ولا عبد المنعم؟ هو اللي واضح كده ان عبد المنعم، لان عبد المنعم هو الاقرب. يعني هو لعب المباراتين اللي فاتوا، كان اول تغييره في المباراتين، فهو الاقرب اكيد بنسبه كبيره يعني. ومع عمر كمال موجود اكيد، وايمن اشرف برضو، لان هم ما فيش بدائل ليهم. بتتكلم في نص الملعب شكله بنفس الطريقه برضو السوليه، وبيأدي بشكل كويس للامانه. يمكن عودته فرقت كتير مع المنتخب، لان هو اللعيب بيبقى بنسبه كبيره حلقه الوصل بين نص الملعب المدافع ونص والمهاجمين، فيعني وبيعملها بشكل كويس قوي، اسيست جميل للماتش امبارح. فبنسبه كبيره التشكيل قريب من المباراه اللي فاتت. يعني ايوه، هو مركز الباك اليمين يعني في فتره من الفترات كده كنت بفتكر كان دايما يقول لك المنتخب المصري فيه ازمه مهاجمين. تمام. النمره 9 ده مشكله. اعتقد دلوقتي ما بقاش فيها مشكله، يعني عندك سواء اللي موجودين او اللي جايين مبشرين بشكل كبير جدا. لكن الباك اليمين النهارده انا بشوف مثلا انه
يعني بعد طبعا هاني طبعا باد لك، يعني هاني قدم موسم السنه اللي فاتت اكتر من رائع ووصل لفورمه عاليه جدا، الاصابه بعدته شويه طبعا، فلجأت لمين؟ لجأت النهارده لما تبص على اثنين الباكات اليمين واخدهم منتخب، مش اكرم توفيق اساسا هاف ديفندر وعمر كمال راجع جاي من جناح راجع ورا باك يمين، هل المركز ده فيه مشكله من وجهه نظرك كابتن احمد؟ لا انا شايف ان ما فيهوش مشكله، يعني خصوصا ان في محمد هاني موجود واللاعب عنده من الخبرات الكافيه انه يبقى موجود في المنتخب ولعب دولي قبل كده. في برضه تتكلم يعني، ما هو انت بتتكلم حتى لو بتجهز لعيبه بعد كده، انت عندك كريم العراقي مثلا لعيب المنتخب الاولمبي اللي برضه لعب اولمبيات ولعب بطوله افريقيا، فموجود يعني موجود عندك اكتر من حد. هي الفكره كلها ان انت مقتنع بمين او عايز تلعب مين. فانا شايف ان كان اكرم للامانه كان بيبقى صعب جدا برضه ان حد يتواجد واكرم موجود، يعني لولا الاصابه كان ممكن اكرم يفضل يلعب لفتره طويله جدا في المكان ده، وكان اقرب واحد ليه من وجهه نظري كان ممكن برضه يبقى محمد هاني. بتكلم في عمر كمال بيأدي بشكل كويس، لكن ما ينفعش عيب ان احنا نقول في المنتخب في مكان ناقص او في مكان في مشكله. بتتكلم في منتخب، بتتكلم في دوري موجود، مش معقوله في اكتر من 16 18 فرقه موجوده في الدوري الممتاز ولاعيبه محترفه يبقى عندك مشاكل في مراكز معينه. فعشان كده بيبقى صعب قوي ان انا اخد لعيب في مركز غير مركزه. ده منتخب، لو نادي اقول لك اه انت عندك 20 30 لعيب بتبقى مجبر انك تشتغل بال 30 لعيب دول، لكن انت منتخب مصر كل يوم او كل اسبوع عندك دوري شغال طول الاسبوع. أيوة. فسهل جدا ان انت يعني تختار اللعيبه اللي بكل واحد في مركزه. هل تعتبر انه من الظلم او من القسوه انك انت تحكم او تقيم اسم بحجم كارلوس كيروش، خصوصا انه الراجل جه ما كانش عنده الوقت اللي يتابع ويقيم ويختار بالشكل الكامل، ودخل على تصفيات كاس عالم، دخل بعدها على بطوله كاس عرب، دخل بعدها على بطوله كاس افريقيا، فما خدش المساحه انه يشتغل. يعني انا برضو هطرح حتى وجهات النظر اللي ممكن تبقى يعني مختلفه او متنوعه، يعني هل شايف انه الراجل لسه ما نقدرش نقول انه خد فرصه كامله وبالتالي ما نقدرش نحكم عليه بشكل سليم؟ هو طبعا كلنا متفقين ان هو اسم كبير جدا في عالم التدريب. أيوة. والسي في بتاعه كبير جدا. وجهه نظري يعني، واكيد ده وجهه نظر الشارع المصري كله، ان الفكره كلها مش انه خد فرصه ولا لا، الفكره كلها في توظيف اللعيبه. يعني لو اكبر مشكله بتقابلنا كجمهور، لو هنعتبر نفسنا من الجمهور، يعني اكبر مشكله بتقابلنا هو توظيف اللعيبه. يعني هي دي اكبر مشكله موجوده في المنتخب. بالعكس انا لو بالفكر اللي موجود بس كل واحد في مكانه، وانا ممكن الموضوع يتلاشى باقل من كده بكتير جدا. لكن هو مصمم على شكل معين، مصمم ان كل مباراه شريف بدل هو فيرود سترايكر صريح، لا ممكن مره راحت الرايت مره راحت الليفت. صعب يعني، صعب جدا. يعني لعيبه كتير، عشان مش هنقعد نقول، لو ذكرنا هنذكر كتير جدا. ايمن اشرف بتتكلم انه سيرد باك او باك ليفت. أيوه. يديله مباراه في نص الملعب ديفندر ليه؟ حاجات كتير يعني، ازاي قفشه مش موجود في المنتخب؟ يعني من علامات الاستفهام الكبيره جدا جدا جدا. احمد رفعت، طب كنت واخد البطوله ليه؟ هو أدى بشكل كويس قوي قوي جدا بصراحه، يعني حاجات كتيره كده. فلو شايف وجهه نظري، لا انا شايف ان مش المشكله انه خد فرصه او لا، الوقت كافي ولا بالعكس، الوقت كان مساحه كبيره، كان عنده بطوله كاس العرب دي مهمه قوي قوي لو هو فعلا محتاج انه يعمل تشكيل مثالي، لكن هو ما عملش كده خالص. فانا وجهه نظري انه شايف اكبر مشكله بتقابلنا هو تثبيت التشكيل او توظيف اللعيبه بشكل اكبر. مع ولا ضد استمرار كارلوس كيروش بصرف النظر عن نتائج منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه قبل ما نوصل للمرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم؟ والله احنا يعني نتمنى الاستقرار، لان انت داخل على بطوله، على مباراتين مهمين جدا هم كاس عالم او الصعود لكاس العالم يعني. لكن وجهه نظري لو فضل الفكر ده موجود ووصلنا لمرحله في بطوله افريقيا والفكر ده لا موجود، لا يبقى وجهه نظري يبقى الافضل ان يبقى في تغيير للجهاز الفني. تغيير للجهاز الفني لو فضل الفكر موجود. فكر ان انا كل يوم او كل مباراه بتشكيل وكل مباراه توظيف لعيبه بشكل مش مناسب، يبقى الافضل يبقى التغيير من وجهه نظر افضل. بس اكيد بقى اكيد يعني بعد كاس الامم الافريقي طبعا طبعا. خلاص يعني، ويا رب ان شاء الله الدنيا تمشي كويس. نتمنى والله ان يعني هو يستوعب ويبقى الجهاز المساعد ليه دور في انه يوجه الراجل للطريق الصح، وان الدنيا تمشي كويس ان شاء الله، ونوصل لكاس الامم ان شاء الله للنهائي ونكسب البطوله يا رب. طيب. ان شاء الله. اسماء ترى انه يجب على الجهاز الفني
للمنتخب الوطني التفكير في ضمها لقائمة المنتخب قبل المرحلة الأخيرة من تصفية كأس العالم، يعني بعد بطولة أمم أفريقيا. في أسماء كانت تستحق التواجد في بطولة أمم أفريقيا طبعا وتم استبعادها طبعا، ومين عنده حق أو يعني لابد من وضع اسمه في الاعتبار وأنت بتروح لمرحلة أخيرة من تصفية كأس العالم؟ يعني وجهة رقم واحد بالنسبة لي أفشة، رقم واحد طبعا طبعا يعني. أيوه. بتتكلم برضو على محمد هاني وأكيد هيبقى ليه دور بعد إصابة أكرم. أحمد رفعت أنا شايف إنه كان بيأدي بشكل كويس قوي يعني. ممكن بقى كمان انت بتتكلم كمان يعني مثلا واحد زي احمد عبد القادر بدا، لو فضل ماشي بالشكل ده اكيد هيبقى ليه دور مع المنتخب، لو فضل ماشي بالشكل ده هيظهر معاك مع الوقت لعيبه في الانديه، لان الدوري برده مع كاس الرابطه اللي موجود ده هيظهر لعيبه كويسه، لان كمان انت يعني انت كجهاز فني انت اللي اديت الحق للعيبه انها تطمع انها عايز اكون موجود في المنتخب. يعني انت اللي خدت لعيبه جديده وانت اللي اديتهم ماتشات رسميه وادوا بشكل كويس، فانت اللي اديت الحق للعيبه دي ان انا افكر ليه ما بقاش موجود في المنتخب. فاتمنى الفتره الجايه ان شاء الله، بس خلينا مركزين قوي في كاس الامم. أيوة. ربنا يكرم ان شاء الله، وكلنا بالعكس احنا مش بنهاجم ولا حاجه، احنا عايزين استقرار، وعايزين ان شاء الله ان احنا ناخد كاس الامم الافريقيه، عشان حتى بقى لنا فتره طويله قوي احنا رقم واحد في افريقيا كلها في عدد الالقاب، فنتمنى ان شاء الله البطوله دي تبقى من نصيبنا ونوصل لمرحله فيها كويسه يا رب ان شاء الله. لو بتوصل رساله للجهاز المعاون لمستر كارلوس كيروش تكون ايه الرساله دي؟ كابتن ضياء، كابتن محمد شوقي، وكابتن وائل جمعه طبعا. يعني طبعا انتوا كلكم اسماء كبيره جدا، واتمنى ان يبقى لكم دور. هو تصادف انه يعني طبعا كلهم اسماء كبيره، لكن منهم اسماء يعني البطوله دي بالنسبه لهم كانت العاديه، كان العادي صحيح انه مصر العادي بتاعهم. طبعا والحضري، بتتكلم عن الحضري كمان. الحضري يعني طبعا. انا بقول لهم انتوا اسماء كبيره يعني جدا، يعني ناس عندها خبره في البطوله. طبعا انا بقول لهم انتوا اسماء كبيره جدا، اتمنى ان انتوا فعلا يبقى لكم دور، وانا اعرف عنهم ان هم شخصيات كلهم محترمه جدا، واكيد بيتكلموا، لكن اللي انا عارفه عن وبالاخص كمان البرتغاليين كمان بيبقى دماغهم في الكوره ناشفه شويه، يعني هم ليهم راي وبنسبه كبيره بيبقوا مصممين، لكن اتمنى ان هم يبقى ليهم دور كجهاز مساعد، لان هم اكتر درايه باللعيب المصري واكتر درايه كمان باللعيبه الموجوده على الساحه حاليا يعني. فاتمنى يكون ليهم دور اكبر من كده ان شاء الله في المنتخب. السودان ماتشه شايفه ازاي؟ شايفه الاسهل في المجموعه؟ شايف فرص مصر فيه ازاي؟ شايف الطريقه والتشكيل الامثل من وجهه نظرك في مباراه الاربعه ان شاء الله؟ لا طبعا مباراه مش سهله، مباراه قويه جدا، مباراه السودان برضه هيقول لك انا لسه عندي حظوظ ان هو حظوظ السودان الوحيده انها تكسبك يعني توصل لاربعه بونت، وبالتالي ممكن تخش كافضل توالد. طبعا ما تعادل مش في مصلحتها، الخساره لا هو المكسب، هو المكسب بس اللي في مصلحتها. واحنا عارفين الديربي برضه، لان برضه السودان بنقول عليه ديربي عربي او افريقيا عربي، ديربي وادي النيل، وخصوصا ان هم كمان الامانه عملوا مباراه كويسه قدام نيجيريا يعني. ايوه حقيقي. لكن ان شاء الله احنا المفروض ان احنا يبقى لنا ان شاء الله الافضليه في الاداء ان شاء الله وفي النتيجه باذن الله، ونعدي المباراه دي، وان شاء الله نفكر في اللي بعد كده، وان شاء الله الاداء يتحسن ان شاء الله كل المباراه اللي بعدها باذن الله. الطريقه والتشكيل الاقرب ليها بينيا بيساو، ولا تحب تلعب بطريقه نيجيريا؟ يعني لا، نيجيريا دي ما حدش يحب انه يشوفها خالص تاني للمنتخب ان شاء الله. وان شاء الله مش نشوفهاش تاني. لكن انا ارجح طريق مباراه السودان دي يبقى نلعب 4-2-3-1، ودي الطريقه الافضل لينا مع العناصر اللي موجوده. لو هتتكلم على التشكيل، اكيد الشناوي، عمر كمال، محمد عبد المنعم، احمد حجازي اللي الامانه بيأدي بشكل كويس قوي محافظ على فورمته ما شاء الله يعني. الشناوي كمان مقدم طبعا ما شاء الله يعني. الشناوي كان بطل امبارح ما شاء الله يعني. على الاقل في مباراه، في نهايه المباراه كده واحده كده شال كام واحده كده طبعا يعني. وايمن اشرف باك ليفت، ويعني لو هتسالني، بس هو اكيد هيعمل غير كده يعني. لو هتسالني انا اقول حمدي فتحي والسوليه، ايوه، وقدامه عبد الله السعيد، وتريح النني ده يعني. بس انا وجهه نظري يعني شايف انني مستواه في البطوله مش يعني، هو عنده افضل من كده يعني، هو اكيد عنده افضل من كده، لعيب كبير وعنده افضل من كده، لكن انا شايف المباراه دي يبقى حمدي فتحي والسوليه، عمر السوليه، وقدامه عبد الله السعيد، عمر مرموش، صلاح، ومصطفى محمد. مصطفى محمد، نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. وفي النهايه الحقيقه يعني اذا كنا بنتكلم او بننتقد او في وقت من الاوقات ممكن نكون بنهاجم، احنا هدفنا المنتخب، مصلحه المنتخب المصري، والى حد كبير برضو جزء من دورنا ان احنا نوصل صوت الناس وراي الناس. دي الحاله العامه في مصر، في حاله عدم رضا
اتمنى راضيين عن النتيجه ولسه الحقيقه الاداء احنا لسه ما جيناش، ونتمنى انه الماتش بتاع السودان يطمن المصريين على الاهم. المصريين دايما عينيهم على بطوله كاس العالم. اللي شايف مش عارف تتفق معايا يا كابتن احمد ان لسه عندنا رغم سوء الحاله وسوء الاداء عندنا لكن أمل. شايف لسه عندنا امل وعندنا طبعا. فرصه طبعا. ان احنا طبعا. نوصل كاس العالم طبعا ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ده الهدف الاكبر طبعا يعني. ايوه لكن مش عايزين نقلل ابدا من بطوله افريقيا، بالعكس يعني بطوله مهمه جدا، نتمنى ان شاء الله التوفيق فيها، وان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله مباراة السودان دي تبقى البديل بداية ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. مين منتخبات عجبتك في البطوله لو اتفرجت على يعني؟ أي طبعا شفت اكتر مباراه يعني، لكن انا شايف ان نيجيريا من فرق كويسه جدا جدا. قبل البطوله دي ما تبتدي لما تم الاعلان عن التصنيف بتاع كاس العالم كله قعد يقول لك يا رب نلعب نيجيريا. بالظبط كده. لكن بعد ما لعبنا نيجيريا وبطوله افريقيا لا خلاص مش عايزين نقرب ناحيتهم. انا كنت بقول كمان انه الحقيقه باستثناء نيجيريا ومصر يعني الخامس والسادس، المنتخبات اللي هي من السابع للعاشر مقدمه بطوله حلوه جدا والله. يعني 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 كوت ديفوار والكاميرون ومالي مالي لعبه بطوله كويسه جدا، فرقه كبيره. بس انا اتفق احمد ان المشكله فينا احنا. أيوة. احنا اللي ادائنا غير يعني غير الطبيعي او غير المتوقع. يعني حتى لو تتكلم على مباراه نيجيريا لا احنا ادائنا كان غير المتوقع تماما يعني. فالمشكله عندنا احنا، ان شاء الله مع التوفيق باذن الله ان شاء الله ان شاء الله الاداء يتحسن ويبقى مش عندنا مشكله احنا نلعب اي حد ان شاء الله. مين مرشح انت فرقه كبيره انت مين مرشح للقب كبير يعني. مين مرشح للقب؟ وكابتن علي وهو بيقول لك وده حقيقي يعني، اذا كان الاحساس ده عند المنافسين ما بالك بينا احنا. طبعا اللي يقول لك اي حد بيلعب المنتخب المصري ليه هيبه، اي حد بيلعب المنتخب المصري بصرف النظر عن حالته وعن مستواه طبعا بيبقى حاسس انه بيلعب واحد من كبار افريقيا. ده الطبيعي يعني، بس احنا مش حاسين بده لعبتنا. انا واصلني احساس انه لعبتنا مش حاسه بده. الاداء يخلينا نقول كده. انت نزلت يعني ايام الجيل الذهبي يعني قدام البرازيل. طبعا اداء ولا كنت انت البرازيل يعني لو ما فيش الثقه جوه اللعيبه والاحساس بانك بجد تقدر. بس هي الثقه تيجي منين؟ الجهاز الفني هو او المدير الفني هو اللي بيوصل الثقه دي للعيب. هو دي النقطه. انا كلاعب مش هيوصل لي الثقه دي ان انا هنزل اكسب او ان انا احسن من الفرقه اللي انا بلعبها غير من الجهاز الفني. فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. انت منتخب كبير، انت المفروض انت يعني افضل فرقه في افريقيا، ده الطبيعي. انت معاك محمد صلاح كمان يعني، احنا كلنا بنتكلم عن منتخب كمنتخب يعني ما ذكرناش صلاح اللي هو يعني من احسن الثلاث لعيبه في العالم دلوقتي. ده المفروض انه بيديك اضافه قويه جدا جدا جدا، لكن للامانه احنا ما حسيناش بده كله خالص. نتمنى يا رب ان شاء الله مباراه السودان تبقى البدايه للمنتخب ان شاء الله باذن الله. طيب خليني اخدك شويه لكاس الرابطه. بكره عندنا مباراه الاسماعيلي. بدايه شفت ماتش الجون. كاس الرابطه بطوله مفيده، وازاي نحقق الـ يعني اكبر استفاده منها من وجهه نظرك؟ انا شايف انها بطوله مهمه جدا للامانه، وخصوصا بعد بدايتها حسينا بقيمتها. يعني خلينا نتفق على كده. أيوه. يعني انت في الشهرين دول كنت الانديه ما كانتش تلاقي حاجه تعملها، اللعيبه كنا بنمل يعني. احنا بيجينا علينا بطوله افريقيا دي بتقعد شهر ونص او شهرين تقريبا بتمل من القعده من الماتشات الوديه. ايوه. لكن بطوله مهمه جدا، انا شايف ان الناس كمان بتديرها بشكل كويس قوي. شايف ان في فرق كتير قوي هتستفاد منها. يعني لو بتتكلم عن النادي الاهلي انا شايف انه استفاد بشكل كبير قوي. انت لما بتلعب مباراه زي مباراه الجونه تقريبا حوالي 9 او 10 لعيبه كلهم لعيبه صغيره، دي استفاده كبيره جدا. وتقريبا كمان السكور بتاع بكره ان شاء الله في عدد كبير جدا حوالي كلهم تقريبا 18 يعني تقريبا لاعب دخل عليهم. وليد بره القائمه اللي لسه عنده شويه تعب. الف سلامه عليك يعني. الف سلامه كابتن وليد. اللي داخل معاهم عمار، واللي داخل معاهم حسام حسن وكريم فؤاد ومحمود وحيد يعني تقريبا. يعني بتتكلم في تقريبا حوالي محمد محمود في القائمه. انا قلت القائمه في بدايه الحلقه يعني هتتكلم يعني في اقل حاجه 15 16 لعيب. أيوه. من الناشئين، ودي حاجه كويسه جدا. دي حاجه تثبت ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي ماشي بشكل كويس قوي. يمكن انا سعيد في وجودي ان انا موجود في القطاع بقالي سنتين، وده المتوقع ان كمان والفتره الجايه هتلاقي لعيبه كمان من القطاع، لان الناس في القطاع او مجلس الاداره مركز بشكل كبير قوي مع القطاع بقاله اكتر من سنتين. انا متواجد فيهم كابتن خالد مع الراجل كابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو طبعا مع عبروكتش. مع مستر مايكل بيأدوا بشكل كويس قوي قوي، وكل حاجه محسوبه للامانه. فطبيعي جدا او ده الطبيعي انك تلاقي العدد ده موجود في الفريق الاول. ويمكن زي ما بنسمع او زي ما بنشوف ان بدا يجي عروض كتير قوي للعيبه، وده هو الحقيقه كلهم يعني كلهم مش عايز اظلم حد، مش عايز في بعض العناصر المميزه جدا. وانا اتكلمت على الولاد دول في تاني يوم
يعني بعد الماتش، لكن كلهم الحقيقه خامات كويس يعني. ما اقدرش اقول يعني انت معلش انت دول كمان بتتكلم ممكن يكون على فرقه او فرقتين يعني. دول هتتكلم تقريبا ممكن يكون فرقه 2001 و2002. طب في 2003 انا على فكره لما بشوف بشوف حاجه كده يعني الى حد ما بتعاطف مع الولاد دول، لانه كمان عشان تاخد فرصه تلعب فيرست تيم في 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 نادي زي حجم الاهلي صعبه جدا، بتبقى صعبه جدا. بس انت بجد كويس يعني، انت العشره دول كلهم يستحقوا كلهم يلعبوا فيرست تيم، بس انا اكيد انهم لا يعني لو خدت اتنين خدت تلاته بالكتير منهم يبقى كتر خير الدنيا، فاهم؟ بس في النهايه ده نادي بطولات، وده الطبيعي، وده ما هو من افضل السياسات اللي موجوده لمجلس الاداره يعني سياسه الاعارة اللي موجوده بقى لها حوالي سنتين ثلاثه وجايبه ثمارها بشكل كبير جدا. أيوه. يعني يمكن انا من سنه كده او اكتر من كده كانت نازله علينا قوي ليه الاعاره كتير قوي ويسمحوا بعدد معين للاعارات تقريبا، كانت ناس بتطلب كده. لكن بالعكس ليه ما افتحش الاعاره زي ما تدي فرصه للعيبه؟ انت بتتكلم على عندك رجالك حوالي اربع او خمس لعيبه كانوا اعاراتهم كلهم رجع، عمر حمدي واكرم قبل كده، يعني هتلاقي عدد كبير قوي. فانا شايف انها فرصه كويسه للولاد دول. المكسب والخساره في حساباتك في ماتشات كاس الرابطه؟ انا بالنسبه لي يعني، واكيد برضو النادي الاهلي يعني احنا متعودين حتى في النادي ولو مباراه وديه لازم اكسب يعني، ده الطبيعي. لكن هي فرصه كويسه للعيبه، فرصه كويسه للجهاز كمان انه يشوف انه يقدر يشوف انه احتياجاته من اللعيبه الشباب او الناشئين اللي موجودين، فرصه كويسه. بتمنى لهم التوفيق وان شاء الله بكره يظهروا بشكل كويس باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. واعتقد انه في اسماء ممكن جدا تاخد فرصتها مع الفيرست تيم. خليني قبل ما طبعا اختم حلقه النهارده، بمناسبه ان احنا بنقرب من كاس العالم، شركه النادي الاهلي للخدمات الرياضيه قدمت الحقيقه اعلان عن تنظيم عدد من الرحلات، وان شاء الله باذن الله نكون مع بعض في يعني لو لينا عمر ولينا حظ نكون موجودين مع الاهلي في ابو ظبي نتابع بطوله كاس العالم. شركه الاهلي خدمات الرياضيه عملت كذا بروجرام الحقيقه لجماهير النادي الاهلي اللي عايزه تسافر وتشجع النادي الاهلي في بطوله بتبقى واحده طبعا من الذكريات التي لا تنسى. كل بطولات الاهلي مهمه، لكن كاس العالم بيتهيألي بالنسبه لنا بقى في حته ثانيه لوحده خالص. فيعني في اكتر من بروجرام معمول، في بروجرام 10 ايام 9 ليالي شامل بقى كل حاجه، تذاكر الطيران، البي سي ار، التامين الطبي، الاقامه، الانتقالات من الاوتيل من المطار للاوتيل ومن الاوتيل لملعب المباراه والعكس، شامل كمان تذكره المباراه الاولى للنادي الاهلي. وفي بروجرام تاني ده هيكون اقل شويه، 7 ايام 6 ليالي، وشامل برضو نفس الحكايه، الترانسفير من المطار للاوتيل ومن الاوتيل لملعب الماتش، وشامل تذكره الحضور، وشامل التامين الصحي، وشامل الاقامه، وشامل تذكره المباراه. فيعني وطبعا كل البطولات بتاعه الاهلي اللي جايه ان شاء الله هيكون في رحلات زيها. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا زحمه، شاكر جدا، ربنا يخليك. وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله، هنتابع مع بعض اليومين اللي جايين طبعا استعدادات لمباراه السودان، وكل التوفيق لرجالتنا بكره شبابنا ان شاء الله في مواجهه الاسماعيلي في كاس الرابطه. على كل خير، نتقابل ان شاء الله على شاشه الاهلي في السادسه. تحياتي لحضراتكم.